كذلك مما ينبغي أن يعلم أننا إذا اختلفنا نرد إلى الكتاب والسنة، إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والتنقيب إذا كثر غير محمود، التنقيب إذا كثر غير محمود يجعل ضغائن ويحن في الصدور دون أن تستطيع أن تصنع شيئا أو أن تغير، لكن تقول لعل الله يغفر، لعل الله يتجاوز، ولا تحاول أن تنقب. والعربي يقول ولا تنبش الداء العضال فتندم، تمة أشياء البحث عنها يورث الندم، يورث شيئا تعجز أنت أن تصلحه، وإنما يؤثر ذلك في قلبك في حناياه، فلا تستطيع أن تقدم ولا تستطيع أن تؤخر. لكن مرادنا من ذكر ذلك كله أن يقرأ التاريخ قراءة حميدة، فنعتذر لمن أخطأ إذا غلب على ظننا أنه أخطأ، ونلوم ونعاتب ونبين من أخطأ إذا تبين لنا أن خطأه كان عمدا، وأنه أعمل السيف في الأمة، وأنه لم يوقر الكبار، ولم يعرف للصحابة حقهم، أو لم يعرف لآل البيت حقهم، وأن نمدح من أحسن لأمتنا، وأن نذكره بخير، وأن نمجده، وأن نسمي الأشياء الحميدة باسمه عرفانا بمعروفه، مع علمنا أنه لن يخلو من هنا من هنات، لن يخلو من أخطاء. كل بني آدم خطاء، لا يوجد حاكم ولا والي ولا أمير عبر التاريخ كله سلم من كل خطأ، هذا محال. ما دام بشرا لا بد أن يخطئ، ما دام يعمل لا بد أن يقع، لا بد أن تقع هنات وأخطاء، لكن هذا سنة بشرية لا تتغير، موجودة في موجودة فيك، موجودة في كل أحد. يقول شوقي رحمه الله فإنا لم نوق النقص حتى نطالب بالكمال الآخرين، فإنا لم نوق النقص حتى نطالب بالكمال الآخرين، لكن السعي إلى بناء مجد الأمة هذا مهمتنا جميعا. فليس الخلد مرتبة تلقى وتؤخذ من شفاه الجاهلين، ولكن منتهى همم كبار إذا ذهبت مصادرها بقينا، وسر العبقرية حين يسري فينتظم الصنائع والفنون، وأخذك من فم الدنيا ثناء وتركك في مسامعها طنينا.